السلام عليكم، يا مرحبا والله مليون، الله يحييكم. كثير من طلب مني هذا المقطع، كيف نصيد بالمناطق الوعرة والمناطق الجبلية؟ الحين موجودين بأرض كلياتها وعرة، أرض جبلية مثل ما تشاهدون، لأن صديق وخوي بهاي المنطقة كما تشاهدون فسحة صغيرة موجودة. بهاي الفسحة قدر أبو جابر ياخذ له زاوية حرف الجبل مثل ما تشاهدون، ونصب شبكته مقابلة الباشق باتجاه الشرق. تمام، خطوة خطوة إن شاء الله راح أورجيكم طريقة نصب الشبكة وكيف يقدر مجابر يتحكم بالباشق وبالطعوم الموجودات كلها من خلال الخيطان. الفخ الموجود حاليا واللي منصوب هو فخر حباوي معدلنا عليه صديقنا على كم نقطة. الحين إن شاء الله بيشرح لنا هو التعديلات اللي سواها عليه. هذا الفخ تقريبا عرضه 3 أمتار اللي مشاهد أنا الحين. مركز هذا المكان اللي تشاهدونه الحين، هذا هو منتصف الفخ اللي تجمع فيه جميع الخيطان. الخيطان هاي اللي تودي لطعوم، هاي الزاوية فيها طعم حطنا فيها حمامة، وهاي الزاوية فيها حطنا سمان، وهاي الزاوية حطنا فيها قمري، وحطنا بعد عصفور. شوف مخلي في مسافات بين الطعوم كلياتها، حتى صار شد لأحد الطعوم وتقريبه للفخ للمكان هذا ما يحصل معاه ولا أي مشكلة ولا تشربك الخيطان ببعضها. تمام أبو جابر، الحين أنت باتجاه الجنوب. تمام، وانا مشاهدك الحين هاي غرفه العمليات اللي تشاهدونها، غرفه القياده والتحكم موجود فيها الحين ابو جابر. العاده الفخ يكون باتجاه الغرب او القياده، وغرفه التحكم تكون بالغرب، والفخ يعني ياخذ زاويه، والباش باتجاه الشرق. اما بالمنطقه هاي بيلجا الطاروح للشغله بسبب كون الارض ما ينبسط فيها، وكون الارض ما تجي على كيفه، كونها ارض واعره وجبليه، فنصب الفخ مع الجبل. عمليه التمويه جدا ممتازه، كون الفخ منتصق بالجبل وقريب للحجر هذا كلياته، ما يشكل اي خوف للطير او الشيان المقربه. ما دل له خيط تقريبا مسافه 30 متر او 25 متر، ومساوي له نقطه بهالمكان هذا، وبعدين الباشق باتجاه الشرق. الزاوية هاي اللي تشاهدونها هاي هي هاي مثل ما تشاهدون، هي الحين أرض كلياتها حمراء، لكن هاي القزازة جايب لها تنكة عادية، حاط فيها تشيمنتو وصابها ومبقي هاي القزازة. هاي القزازة حتى كثر الشد وكثر ما يطير الباشق هذا الخيط ما ينقطع. تمام، بنشاهد الحين لقطات لأبو جابر وهو بيطير الباشق. جابر بتشاهدون الحين يقدر الطاروح يتحكم بالباشق بكل سهولة ولو اتجاهها اختلف. يعني ما في عندك مشكلة إذا الأرض وعرة والأرض جبلية، تقدر تنصب كوخك بأي نقطة تحبها وترتاح لها. مثل الحين إذا نصبته باتجاه الجنوب ما في مشكلة، الباشق خله منتصف الأرض، لكن مد الخيط من الجنوب باتجاه الشمال، وهاي الزاوية اللي تشاهدونها واجب أنها تكون حلقة قزاز مثبتة بشكل محكم، بعدين تدير الباشق حسب النقطة اللي تبيها منتصف الأرض، يقدر يطير معاك الباشق بكل سهولة وما يعذبك. الحين بنصيح لأبو جابر إن شاء الله، وبيشرح لنا عن الفخ هذا اللي موجود، وبعدين ننتقل إلى غرفة القيادة والتحكم اللي من خلالها الطاروح يقدر يدير أموره كلياته من دون ما يخرج برا بشكل نهائي. جابر يا مرحبا. يا هلا يا هلا أبو سليمان. الله يعين. أنا صراحة عجبتني فكرة تمويه الـ الـ القيادة، مثل ما نقول غرفة القيادة والتحكم سميناها، كونها محاذية للجبل قريبة وشبيهة للصخور،
ففكرة ممتازة. يعني الأرض مهما كانت وعرة ما في شيء صعب عليك، تقدر تحكم فيها من خلال الخيطان، من خلال القزازة هاي تقدر تريح حالك. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. مرحبا جابر. هلا حياك الله. حيا هلا شلونك؟ ان شاء الله طيب. حياك الله. اخبارك؟ الموسم الماضي كنا على العجال ومرينا صورنا مقطع، لكن اليوم نبي نصور مقطع وبشكل مفصل وممل بخويان الطواري. والله ميت اهلا وسلام، انت والمتابعين حياكم الله. الله يحييك. الحين هذا الفخ اللي انت مستخدمه فخر حيباوي صح؟ نعم. تمام، هذا كم من عرضه؟ هذا عرضه 3 متر. عرض 3 متر؟ نعم. وارتفاع؟ ارتفاع مترين. ارتفاع مترين. الحين هذا تقدر تكبره يا ابو جابر؟ اي اقدر. ليه ما كبرته؟ كل ما كان كبير يعني نسبة طرحك بتكون اكبر للطير او الشهانة. اي صحيح، بس انا يعني خلاص متأقلم على النوعية هاي. وان شاء الله ما ابو شيء مسك الطعم عندي وملص وراح. تمام، الحين هاي الطعوم موزعها بشكل نظامي ومخلي مسافة بيناتهم. انا شفتك حاط لنا حمام، حاط سمان، حاط عصفور، حاط ما ادري وش بعد. عندك قمري. الامور طيبة والباش مدرب. رغم صعوبة الارض لكن قدرت تتأقلم بالمنطقة هاي. طبعا احنا نتكلم موجود في بحيرة. هاي البحيرة قريبة، اذا بدي اقيسها خط نظر بيني وبين البحيرة ما يغارب تقريبا الأربعة إلى خمسة كيلو شمال هذا الفخ. وحركة العبور جدا ممتازة، كون الطيور تحاذي السلاسل الجبلية نتيجة وجود التيارات الهوائية وتساعدها يعني أنها ترتفع وتطير بشكل أيسر وأسهل. أبو جابر وش في عندك تشرح لنا اليوم بالنسبة للفخ؟ والله اخوي ابو سليمان يعني فخر حيباوي معروف عند كل الناس. نعم. تمام. بس الميزه اللي في مثلا خيط قزازة الباشق. نعم. تمام، لازم تكون عند الشبك. نعم. كل ما كان كثرة اطعوم عند الشبك بيكون افضل. طبعا احب انوه الامر ان هاي القزازه اللي بتشاهدونها انا من شوي اشرت عليها. هاي القزازه تستخدم الامرين. الأمر الأول أن حسب الأرض ما تواتيك تلتجئ أنك تغير مكان كوختك وبعدين تمد الخيط للقزازة وتباشقك تحطها بأي جهة. لكن الأمر المهم واللي عليه الاعتماد، بجابر ذكر أن هاي القزازة واجب تكون قريبة للشبكة. هاي الشبكة اللي يشاهدونها، هاي الشبكة، هاي شايفينها، هاي الشبكة. بجابر ذكر أن الشبكة او القزازه اللي تشاهدونها الحين لازم تكون قريبه ما تبعدها. بعض من الاحرار طال عمركم، بعض من الشياهين تعلف الباشق، ما تهدع الطعوم هاي كلياتها اذا طلعت لها اياها، تجي على الباشق تقتل الباشق. فيلتجئ الطروح وش بيساوي اذا مات باشقه وهد الطير او الشيهانه على الباشق؟ وش بيساوي؟ بيسحب الباشق لحد الحلقه هاي اللي بتشاهدونها، هاي القزازه. تمام، هو بيسحب بيوصل الباشق هو الطير للنقطة هاي وبيقلب عليه وبيقدر يصطاد الطير او الشيهانة من خلال هاي القزازة. يعني امر جدا ما شاء الله ممتاز اطلعنا عليه من شوي ابو جابر. ابو جابر ايضا امر ثاني، انا اشوف بعض الاخوة صنع افخاخ وانا الاقيها بعض ايسر اسهل. يعني الفخ هذا انت ايدك اخذت عليه حتى يعني كل سنة تستخدمه؟ والله يا اخوي بالنسبه للفخر حيباوي انا لقيته اسهل من الفخ الباقي. اسهل؟ اي اسهل. الفخ الباقي المغلب الحديد يا اخي عمليه تركيبه صعبه، هو سريع بالنسبه. انا شفته سريع، سريع كالطلقه. نعم. بس يعني في له شغلات، يعني انا سمعتها من قبل عند اصحاب لي انه في ناس هذا الكسر جناح طيره وهذا اللي يعني عطب الطير يعني لانه حديد. صادق، في بعض من الطواريح منكسر جناح الشهانه نتيجه تسرع. نعم، وكون الفخ هذا كان صغير يعني عاملين له متر و90 متر و80 سم بارتفاع تقريبا متر اعتقد. لكن الحين انا اشاهد بعض الطواريح من كبروا هذا الفخ اشوف انه 3 امتار بارتفاع متر ونص او مترين باحجام كبيره. يكلف بعض الشيء لكن حسب
الطاروح وحسب الطاروح ما اخذت ايده على فخه. يعني اليوم حسب احنا ما نقول كل طاروح يتميز عن طاروح الاخر، مش كل الطواريح مثل بعضهم. المنطقه هاي كم منك قانص فيها وكم لك ناصب بالفد المنطقه هاي كلياتها؟ والله يا اخوي صار لي تقريبا من النصف السابع. انا مبلش من المنتصف السابع. المنتصف السابع نعم. ايه ولحتى الان حركه العبور وجابر بالنسبه لحركه العبور حركه طيبه من عندي. يعني هي خط يعني العبور كله من عندي. يعني الخط العبور بتشاهد انت حركه عبور بانواع حجره متعدده سواء صباحا ولا ظهيره ولا مساء. جميع الاوقات. سبحان الله وجابر. نسال الله التوفيق لك ان شاء الله، ونسال الله ان يرزقك ويرزق جميع الطواريخ. نبي منك بس تطق لنا هذا الفخ وتقول لنا طريقه تركيبه حتى الخويان بيستفاد من هذا الامر. الحين احنا نتكلم وبنحاول نشرح لكم في حركه العبور وبنصور لكم اياها الحين ان شاء الله. الحين ابو جابر من غرفه العمليات بيحاول طقق لنا الفخ حتى بنشاهد طريقه اغلاق هذا الفخ. تمام توكل على الله ابو جابر. الفخ اقلق بشكل كامل وما شاء الله ابو جابر باني فخه بشكل متساوي طول بعرض، ما عنده اي مشاكل بالفخ. ما ادري هو التصوير بعض الشيء ما راح يورجيكم الصوره الواضحه والكامله. كون هذا الخيط اللي بتشاهدونه قرب واحمد قرب، كون هذا الخيط قريب لونه للون التربه تمام، بعض الشيء راح يظهر لكم تمام. هذا هو اللي تشاهدونه، يعني ان شاء الله انه بيظهر لكم. هاي الشبكه مثل ما تشاهدون تم اغلاقها بشكل كامل وطريقه اغلاقها ما شاء الله سريعه. وجابر كيف تبدا بني هذا الفخ؟ طبعا بنيته وطريقته سهله جدا تمام، خاصه للمبتدئين. يعني ابيها نقطه نقطه للمبتدئين، اذا بينصبون هذا الشبك كيف بينصبونه؟ هذا ارتفاعه مترين وعرض 3 امتار الشبك تمام. من وين نبدا؟ نبدا مثلا از وقت بدنا نبني تمام، نعمل شكل مستقيم اول شيء. الحين انا وياك بدنا نبني. نعم بدنا نبني تمام. وش بنساوي؟ بدنا نعمل خط مستقيم بالبدايه. ندق السك او الوتد بالجهه الثانيه. يعني هذا الخط مباشر بتكون من عند السك اللي عندك لهناك مستقيم ابدا. واحمد قرب. اول شيء بتساوونه هذا كبل معدني بولاد، وهذا واجب انك تكون منتبه لهذا. هذا نسبه 99% هو العمود الفقري للكوخ، اذا انقطع مشكله ما تقلق وياك الفخه. فهذا بيجي بولاد تمام. اول ما نبدا ندق هذا البولاد بسكه، والسكه تكون غميجه ونثبته بشكل مستقيم. هذا بتكون ساوي من النقطه الاولى حتى اللي بتشاهدونه الكوخ تمام. وجابر هذا الحين خط مستقيم. نعم. بعده الحين بدنا نعمل شكل مثلث. طيب مثلث مفتوح تمام. بنرجعها طبعا بتكون حافر ساجه حتى الشبك هذا كلياته بيدخل مكانه. طبعا اول شبك من تحت لازم يكون فيه له سكك تمسك بالارض. اكيد. الحين هاي الشبكه يا الربع اللي بتشاهدونها، هاي الشبكه مثبته من الزاويه هاي بسكه، والزاويه الثانيه مثبته بسكه تمام، مدقوقه بشكل قوي ونظامي تمام. ابو جابر الحين رجع لنا الشبكه هاي للمكان هذا تمام. بهذا المكان واجب انها تكون في حجره او سكه مثبته بشكل انها ما تتحرك نهائيا. ليش؟ حتى هاي العصا تركب على الكبل المعدني وتريح وين؟ يا اما السكه اللي بتدقها بالمكان هذا او حجره. ابو جابر الحين جايب حجره وحافر ومثبتها وحاط عليها تراب تمام. ابو جابر
توكل على الله. هذا كل ما في الأمر، ما يحتاج له صعوبة ولا يحتاج له أنك بتعقد الأمور كلياتها. مجرد هشبكة بالبداية، حطينا الكبل البولات ومديناها بشكل مستقيم، تمام؟ بعد ما مديناها بشكل مستقيم ترفعه تغريب على حد الشبكة وتساوي لها ساجة على أساس أنه بتحط هذا الشبك كلياتها فيه. وبعد ما ثبتت بتحط الحجرة هاي او السكه بهالمكان هذا وبتحط العصا عليها، خلص لغمت. الحين شبكه عندنا ملغمه، ما بتطق الا بتمد ايدك من غرفه القياده والتحكم وبتشد تقفل خالص. النقطه الثانيه وجابر، الطعوم كم بتكون بعيده عن الفخ؟ والله النقطه هاي حق المنتصف، حسب منطقه الصياد اللي هو فيه. نعم بلغ، انا في عندي، شوف في عندي اكثر من نقطه بعد عن بعضهم. نعم مثل النقطة اللي بالوسط هاي نخليها يعني خاصة للطير اللي بالوسط. بالوسط نعم. باقي ما تبقى هاي الشغلات اللي تعرف الحب العش الناعم. طبعا اللي بيشاهدونا هاي النقطة موجود سكة، هاي السكة فيها حلقة ايضا تجمع جميع الطعوم، يعني الحمامة بتصل لهين، القمري بيصل لهين، العصفور بيصل لهين، اي طعم عندك حاطه موجود يصل للنقطة هاي، الأمور طيبة. أو الجمرية ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه الشاهين عنده إياه طعم مفضل الجمري، يعني يموس عليه ويحبه وهداده عليه قوي بشكل، يعني كان عندك قطاع. هاي الجمرية بيسحبها أخونا أبو جابر للنقطة هاي للمنتصف هالمكان هذا، تمام هالمكان هذا. هذا المكان يبعد عن الشبكة تقريبا شبرين واربع اصابع. بتيجي النقطة هاي وبتوقف، طبعا السحب ما بيكون سريع، تمام بيسحب الطير للنقطة هاي. الطير اما يعلق معاك بعيد عن الشبكة تقريبا مترين وبتسحب فيه، او تقريبا بيكون قريب للنقطة هاي. هاي النقطة تكون شوي شبه محفورة، حتى اذا نزل فيها الطير تعرف ان طيرك اصبح في منتصف النقطة هاي وتقدر تقلق عليه بشكل سهل. القمري انصح جميع الطواريح اللي عندهم كوخ انهم كل كوخ يكون فيه قمري ويكون فيه الطعوم المتوفرة اللي ان شاء الله بتسهل عليك ان شاء الله الامور هاي كلياتها. وجابر الحين راح نتركك ترجع هاي المكانها. حياكم الله واسأل الله التوفيق لنا ولكم ان شاء الله، وموسم خير وبركة للجميع. الجل خلايا راعي الطير والكيف، واعرف مداخيل الديار وخراجه، العمر مره والمراجل مواقيف، ومن الارتكامه هو بحمل اللجاجه، اما تشوفه اللي مع الناس ماشيف قبل تحصر عمرك بعنق الزجاجه، ولا على باقي حياتك تحاسيف لا صار مالك مع اهل البر حاجه.